أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، ما زلنا مع مقدمة الناظم رحمه الله تعالى في شطرها الثاني، فقد كنا شرحنا قوله رحمه الله تعالى، لكن مع التطويل كلة الهمام، فصار الاختصار فيه ملتزم. إذن يعتذر في هذا البيت لكون منظومته مختصرة وليست مطولة، فهو يرجع بالسبب في ذلك إلى أن الهمم قد كلت، وأن العزائم قد ضعفت وقصرت عن أن تستوعب المطولات والمعمقات. لذلك فقد نظم هذه المنظومة المختصرة من أجل أن يستوعبها طلاب هذا العلم. وقال بعد ذلك رحمه الله: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. إذن فهو بناء على ما اعتذر به عن هذا الاختصار، قال إنه عوض أن يؤلف شيئا طويلا ومفصلا لمباحث العقيدة اكتفى بهذه الأرجوزة التي يعني وصفها بأنها مهذبة، يعني منقحة، بحيث صرف فيها وقتا من التهذيب والتشديب والتنقيح بعد أن سودها. وهذه كانت هي عادة العلماء عندما يؤلفون كتابا أو يصنفون مصنفا، أو يعني يضعون للطلاب متنا وأرجوزة، فإنهم كانوا يراجعون وينقحون ويهذبون حتى يخرجوه للطلاب وهو على أتم ما يكون. وهذه أرجوزة، وصف للمتن الذي ألفه نظما لا نثرا. فالأرجوزة هي نظم يكون من بحر الرجز، وبحر الرجز هو مكون من تفعيلة مكررة ثلاث مرات في كل شطر، وهي مستفعلون، ثلاث مرات في الشطر الأول ومثلها في الشطر الثاني: مستفعلون 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 مستفعلون. هذا هو الرجز، هذا هو الرجز. وهناك على كل حال ما يسمى أيضا بمجزوء الرجز، وهذا في الحقيقة النظم به قليل جدا، إنما اعتاد الفقهاء والعلماء بصفة عامة أن ينظموا على الرجز كاملا لا على مجزوئه، لأن مجزوء البحر هو حذف ثلثه وإبقاء ثلثيه، يعني مستفعلون مستفعلون هذا شطر، مستفعلون مستفعلون هذا شطر آخر. إذن هذا هو مجزوء الرجز. لكن المنظومات والأراجيز التي نظمها العلماء في التوحيد والفقه وغيرهما إنما نظموا ذلك في الرجز كله. ولكن مع ذلك فإن بحر الرجز هو أسهل البحور من جهة، لأن تفعيلته سهلة، ولأنه قابل لكثير من أنواع الزحافات والعلل، يعني التغييرات. فمن المعلوم أن التفعيلات يمكن إذا ضغط على الشاعر بالوزن ولم يستطع أن يعني يصوغ الكلام على هذه التفعيلات، فله يعني أن ينقص ساكنان أو أن يحرك ساكنان أو أن ينقص يعني متحركان أو ما إلى ذلك من الزحافات المعروفة عند علماء العروض. فقضية فتفعيلة مثلا مستفعل
يمكن أن يقع فيها كثير من أنواع التغيير المسمى بالزحافات والعلل، خصوصا العلل، لأن العلل أيسر من الزحافات. الزحافات تكون عميقة، ولكن الزحافات تكون بسيطة، أما العلل فتكون يعني طويلة. لذلك يجوز في العلل أكثر، أو يجوز في الزحافات أكثر مما في العلل. فالعلة يعني يظهر أثرها عندما يلجأ إليها الناظم. فمستفعل مثلا ممكن أن يقع فيها كثير من أنواع الزحافات. الفاء مثلا هي الساكن الرابع، مستفعل. الفاء ذلك الساكن الرابع يعني المعبر عنه بالفاء الساكنة يمكن حذفه، يمكن أن يحذف فيبقى مستعل، مستعل، وتقلب إلى مفتعل. إذن هذا نوع، وما أكثر ذلك عند الرجاز. وكذلك أكثر من هذا، أن يعني ذلك السبب الأخير اللي هو سبب خفيف مكون من يعني حركة وساكن، مستفعل، تكلون، يمكن أن نحذف ساكنها ونسكن متحركها، يعني النون الساكنة تحذف واللام المحركة تبقى وتسكن، فنقول مستفعل، مستفعل، وتنقل إلى مفعول. مثل هذا كله جائز في بحر الرجز. ونظرا لهذه السهولة واليسر، فإن العلماء معظمهم نظم على هذا البحر، والنظم الذي يكون من هذا البحر يسمى الرجز، يعني على تسمية البحر، على تسمية البحر، كما قال زقاق وعبادو، فالقصد بهذا الرجز أي بهذا النظم الذي من بحر الرجز. وأيضا يسمى أرجوزة، يسمى أرجوزة، كما ذكر هنا الناظم اللقاني رحمه الله تعالى، قال وهذه أرجوزة. إذن بناء على ميله إلى الاختصار ورومه هذا الاختصار لضعف الهمم وقصور العزائم، فإنه يعطيك هذه الأرجوزة، نظمها لك واجتهد في تهذيبها وتنقيحها. قال وهذه أرجوزة لقبتها، أي سميتها جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد، لقب بمعنى سمى، فهو يحتاج إلى مفعولين، هو فعل يحتاج إلى مفعولين، تماما كقولنا سمى، فتقول سميته زيدا، سميته زيدا، سميت ابني زيدا، فسمى هنا تنصيب مفعولين. فكذلك ما يقوم مقام سمى من المرادفات، فكقولنا لقب، تقول أيضا لقبته زيدا، لقبته زيدا، فهو يحتاج إلى مفعولين. والمفعول الثاني يمكن أن تدخل عليه حرف الجر، تقول سميته بزيد. إذن فلقبته كذلك، لقبته زيدا ولقبته بزيد. إذن فقوله لقبتها جوهرة التوحيد، أي سميتها جوهرة التوحيد. وإذا كان في مقام ينضغط بالوزن فلا يستطيع أن يأتي بالمفعول به مباشرة دون حرف، فإنه يعتمد على الحرف فيقول بجوهرة التوحيد إذا كان في مقام آخر يحتاج إلى ذلك. فالمهم أن هذا الفعل ينصب مفعولين، ويجوز في الثاني أن يؤتى فيه بحرف الباء. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، أي نقحتها وراجعتها وأزلت ما بها من الزوائد والشوائب، سواء من في الألفاظ وحشو الألفاظ وما إلى ذلك، أو حتى في المعاني، وذلك عن طريق تخليصها من الشبه الفلسفية ومن المعتقدات التي لا تليق، فهو إذن هذبها وما ترك فيها إلا ما يفيد وينفع، لا من حيث اللغة والأسلوب ولا من حيث المعنى والمضمون. ثم ختم هذه المقدمة في بيتها الثامن بالدعاء، فقال
والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. إذن ختم المقدمة بالدعاء، دعا الله سبحانه وتعالى أن يرزقه فيها القبول، أن تكون مقبولة وأن يقبل الناس عليها وينفع بها، وقد كان ذلك كذلك، فقد أقبل الناس عليها إقبالا شديدا خصوصا المغاربة كما قلنا من قبل. والله أرجو في القبول نافعة، كلمة الله اسم الجلالة هذه يعني مفعول به مقدم، والفعل هو أرجو أي أدعو وأطلب، وما هو من الممكن أن يقع بطلبه فيقال فيه رجاء، فالرجاء يكون فيما يمكن أن يقع، وأما في النادر وقوعه والقليل وقوعه فيقال التمني، ولكل من المعنيين يعني أدواته وحروفه، فالرجاء مثلا له لعل، والتمني له ليت، فالتمني هو طلب ما يقل حصوله بل قد يتعذر حصوله، قد يتعذر قد يكون في حكم يعني المستحيل. أما الترجي فإنما نقول نترجى ما يمكن وقوعه، ما يمكن وقوعه، لذلك التمني يكون في بعيد الوقوع أو في متعذر الوقوع، كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. إذن فاستعمل التمني ليت، لأن عود المرء وهو في المشيب إلى شبابه هذا أمر يعني لا ليس عسير الحصول فقط، بل هو متعذر الحصول ومحاله. والله أرجو في القبول نافعا، إذن فهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويرجوه أن يقبل منه هذا العمل وهذا التأليف وهذا النظم وأن ينفع به. والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا، إذن فيرجو الله سبحانه وتعالى أيضا أن يثيبه على هذه الأرجوزة وأن يحقق طمعه في هذا الثواب كما يحقق يعني رجاءه في الانتفاع بهذه الأرجوزة. فهو إذن طلب من الله تعالى شيئين: طلب النفع بهذه الأرجوزة وأن يعم بها النفع، لأن ذلك من شأنه أن يعود عليه أيضا بالأجر والثواب وتكون من قبيل العلم الذي ينتفع به، والأمر الثاني هو يعني أن ينتفع بالثواب، أن يكون له الثواب. بعد ذلك دخل إلى صلب الموضوع فقال رحمه الله: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. إذن بدأ بما هو من صميم علم التوحيد، بدأ بالقضية الأولى التي هي أول ما يدرس في علم التوحيد، وهو أول ما يجب على المكلف، أول ما يجب على المكلف. فقال: فكل من كلف، أي كل مكلف، والمكلف هو يعني الذي يشمله الخطاب الشرعي الذي يتضمن طلب الفعل أو تركه، يعني الأحكام الشرعية من واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، هذه هي أحكام التكليف، وهذه هي الأحكام التكليفية التي يتضمنها خطاب الله عز وجل، وهي تتعلق بكل من صار بالغا راشد بالغا عاقلا، فكل بالغ عاقل هو مكلف، هو مكلف. والتكليف هو طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة، أي أن الشرع يطلب من المكلف الذي هو البالغ العاقل فعل ما يحتاج إلى مشقة أو ترك ما يحتاج إلى مشقة كذلك، هذا هو التكليف. ولذلك سمي الشخص المخاطب به مكلفا، أي مطلوبا منه ما فيه كلفة ومشقة، ولكن هذه الكلفة والمشقة التي تصاحب الامتثال
لأوامر الله عز وجل والانتهاء عن نواهيه. هذه المشقة مشقة اعتيادية، لأن المشقة إذا بلغت إلى حد أن المكلف لا يطيقها ولا يستطيعها فهذا لم يكلفنا به الله عز وجل. لذلك لا تكليف بما لا يطاق، لا تكليف بما لا يطاق، وإنما كلفنا بما نطيق ونقدر عليه. ومن قواعد علماء الأصول أن التكليف منوط بالقدرة، أو أن شرط التكليف القدرة، فالمكلف إنما عليه أن يفعل ما أمر به إذا قدر عليه، إذا قدر عليه، لأن النهي كلنا قادرون عليه، إلا أن بعضنا يستطيع أن يقمع النفس وأن يكبحها عن فعل ما نهينا عنه، وهناك من لا يستطيع، تغلبه شهواته وتغلبه نفسه. إذن فالنهي في الحقيقة كل الناس قادرون على تركه، لأنك لا تفعل شيئا يعني عمليا، شيئا له وجود في الخارج، لا تستطيع أن أو لا تفعل شيئا يحتاج منك إلى جهدين يعني يظهر أثره في الخارج، وإنما تنتهي، إنما تكف، بينما في الأوامر تحتاج إلى فعل، تحتاج إلى أن تعمل وأن تفعل بجوارحك التي من بينها اليد والعين وكذلك اللسان وما إلى هذا. فإذا الفعل غير يعني الكف، فالفو يقدر عليه كل إنسان، بينما الفعل قد يكون فيه مشقة غير اعتيادية. فإذا المكلف هو المطلوب منه فعل شيء أو تركه مما يحتاج إلى مشقة، لأن الترك والكف هو أيضا قمع للنفس وكف للجوارح، وحينما تكف الجوارح وتمنعها من الفعل هذا أيضا فعل، هذا فعل، فالكف في حد ذاته فعل. لذلك في التكليف يشمل الأحكام كلها، إلا أنهم منهم من قال التكليف هو طلب ما فيه كلفة، وحينئذ يدخل المندوب في هذا التكليف ويدخل كذلك المباح. ومنهم من قال التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة، هو الإلزام بما فيه كلفة، فهذا التعريف أخص من الآخر، فيدخل فيه إذن الواجب والحرام، ويمكن أن يضاف المكروه. وأما المندوب فعلى توسع وتجوز، بينما المباح لا يدخل إلا إذا اعتبر وسيلة. إذن فمن العلماء من فسر التكليف أو عرفه بأنه طلب ما فيه كلفة وهذا أوسع، ومنهم من عرفه بأنه إلزام ما فيه كلفة وهذا أخص وأضيق. فكل من كلف شرعا، أي كل من كان بالغا عاقلا مخاطبا بشريعة الله عز وجل وأحكامها، فيجب عليه أن يعرف هذا الذي هو أول الواجبات وأوجبها. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب. وجب الأولى بمعناها الاصطلاحي عند الأصوليين الوجوب الشرعي، أي الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه، أو هو عكس المحرم. فكل من كلف شرعا وجب عليه، ماذا وجب عليه؟ أن يعرف. إذن معرفة الله عز وجل واجبة على كل مكلف قبل أي شيء، لأنك مطلوب منك في هذه الشريعة كلها، يعني هذه الشريعة بعباداتها ومعاملاتها وأخلاقها وعقائدها في الأول أساسا، هذه الشريعة كلها مطلوب منك فيها أن تعبد الله، أن تتخذ الله عز وجل معبودا لك ولا تعبد غيره. فكيف تعبد الله تعالى وأنت لا تعرفه؟ إذن أول واجب على الإطلاق هو معرفة الله. ولكن معرفة الله هذه كيف تكون؟ هل يعني تعرفه بعد أن تراه؟ هل تعرفه بعد أن تجالسه؟ بعد أن يعني تحادثه؟ هذا كله مستحيل، لا يمكن أن يكون. ولكن المقصود بمعرفة الله عز وجل معرفته عن طريق معرفة صفاته، ليس المراد أن تعرفه بذاته وبعينه وأن تجالسه وتخالطه وتحادثه وتسمع منه، ليس هذا هو المقصود.
فلا يعرف الله إلا الله. هذا المستوى هذا المقام هذا لا أحد يستطيعه. ولكن المقصود هو أن تعرف الله عن طريق صفاته وآثاره في الكون الدالة عليه سبحانه وتعالى. وهذا أول الواجبات على الإطلاق. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله، أي معرفة الله تعالى عما وجب في حقه من الصفات، وما استحال في حقه من الصفات، وما يجوز في حقه من الصفات. فوجب الثانية التي في آخر البيت، الوجوب هنا وجوب عقلي لا شرعي. وجب الأولى شرعية والثانية عقلية. وقد تقدم لنا أن الوجوب العقلي هو أن لا يتصور العقل في الشيء عدمه، هذا هو معنى الوجوب العقلي. فأقسام الحكم العقلي ثلاثة: واجب وهو ما لا يتصور عدمه، ومحال وهو ما لا يتصور وجوده، وجائز أو ممكن وهو ما يتصور وجوده وكذلك يتصور عدمه. فحينما نقول يجب لله تعالى كذا وكذا وكذا من الصفات، فالوجوب هنا وجوب عقلي، وجوب عقلي. أما حينما نقول يجب على المكلف معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته، فهذا وجوب شرعي. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف. إذا المعرفة هي الواجب الأول شرعا، يعني لا واجب قبلها. أول الواجبات معرفة الله تعالى، ولكن كيف تكون هذه المعرفة؟ معرفته عن طريق صفاته. أن يعرف، عليه أن يعرف ما قد وجب لله. إذن ها قسم الأول من الصفات التي تجب لربنا عز وجل وسيفصلها ويبينها. والقسم الثاني من صفات الله عز وجل التي يجب أن نعرفها هي الصفات الجائزة. قال لله والجائزة، أي وما يجوز في حقه تعالى من الصفات. والصفة الثالثة أو القسم الثالث الممتنعة. لله والجائزة والممتنعة، أي ما يستحيل في حقه عز وجل. والمستحيل في حقه تعالى من الصفات هو أضداد ما يجب في حقه تعالى. كل ما وجب عقلا في حق ربنا عز وجل فأضداد هذه الصفات مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. ذكر الأشاعرة في هذه الصفات الواجبات 20 صفة، فكلها واجبة عقلا ولا يتصور العقل عدمها. ضدها 20 صفة أيضا مضادة، كل صفة من الواجبات ضدها من المستحيلات. إذن وجود الله تعالى ضده العدم، قدرة الله تعالى ضدها العجز، وهكذا وهكذا. إذن تلك الصفات 20 هي واجبة في حقه تعالى وضدها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وغير هذا وذاك هو الجائز الممكن. أن يعرف لله والجائزة والممتنعة، ومثل ذا لرسله فاستمع، أي وأن يعرف مثل هذه الصفات بالنسبة للرسل. فكما يجب على المكلف أن يعرف الله تعالى عن طريق معرفة صفاته بأقسامها الثلاثة الواجبة والممتنعة والجائزة، كذلك يجب عليه أن يعرف صفات الأنبياء التي هي واجبة وممتنعة وجائزة. لأن الرسل الكرام هم أيضا لهم صفات واجبة عقلا ولا يتصور العقل عدمها، وكذلك أضدادها صفات محالة في حقهم لا يتصور العقل وجودها، وهناك صفات جائزة في حقهم، وهي التي يعني يكونون فيها كغيرهم من البشر. وكل هذا سوف يفصله من بعد. المهم أنه الآن في مقام تقرير القضية الأولى
التي هي معرفة الله عز وجل، وهي أوجب الواجبات وأول الواجبات. لا يمكن الحديث عن أي واجب آخر قبل هذا الواجب، لأن كل ما يتعلق بهذه الواجبات من غير هذا فإنما يتعلق بهذه الشريعة، لا بالمعتقدات ولا بالعبادات ولا بغير ذلك من أقسام هذه الشريعة، ولا يمكن الحديث عن هذا كله في غياب معرفة الله عز وجل. فلا بد من معرفة الله تعالى لتتحقق العبادة ولتستقر على أرضها ومستقرها، وأرضها ومستقرها معرفة الله، لأنك ليس من يعني المعقول ولا من المقبول أن تعبد من لا تعرفه، أن تعبد مجهولا. لا بد أن تكون على علم بمن تعبده. لذلك فالعقيدة من هذه الناحية هي واجبة، والقضية الأولى فيها واجبة، والله تعالى يقول كما ذكرنا من قبل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن فمعرفة الله عز وجل من خلال صفاته، ثم بعد ذلك معرفة رسوله عليهم صلوات الله وسلامه انطلاقا كذلك من صفاتهم، لأن الأنبياء على كل حال مضوا، والذين جاءوا من بعدهم لا يستطيعون أن يعني يتعرفوا عليهم بذواتهم، فإذا يعرفونهم عن طريق صفاتهم. إذا هذا هو الواجب الأول. ثم هذه المسألة مسألة مهمة جدا، بمعنى أن هذا تكليف ينبغي أن يكون الجميع قد امتثل له، لا العلماء ولا الذين ليسوا بعلماء، لا العامة ولا الخاصة، لا المجتهدون ولا المقلدون، فكل مسلم يجب أن يكون على علم بربه عز وجل من خلال معرفة صفاته، وكذلك على علم برسل الله عز وجل من خلال صفاتهم، لأن الإيمان لا يتحقق إلا بذلك، أن تؤمن بالله. يعني الإيمان بالله يقتضي أن تعرفه عن طريق صفاته وعن طريق آثاره في الخلق وفي الأنفس وما إلى ذلك. فمن هنا انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى مسألة يعني التقليد، تقليد في الإيمان، فقال: إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. بناء على ما تقدم قوله من أن معرفة الله تعالى واجبة على كل مكلف، ومعرفة الله تعالى إنما تكون عن معرفة صفاته سبحانه وتعالى ولو بإجمال، يعني أن تؤمن بالله عز وجل انطلاقا مما علمته من صفاته، وهذا أمر في إمكان الجميع، لأن العقيدة كما قلنا عقيدة فطرية تتجاوب مع الفطرة، فبما آتانا الله من الفطرة وركزه فينا نستطيع أن نفهم ونستطيع أن يكون إيماننا عن علم، ولكن هذا العلم ليس هو العلم الذي نقصده يعني التبحر في العلوم أو ما إلى ذلك، ولكن أن تؤمن بالله وأنت تعرفه عن طريق صفاته ولو بإجمال وعموم وإطلاق، لا مانع من ذلك ولا غبش في ذلك، ولكن أن تؤمن إيمانا لا تفهم منه شيئا، أن تؤمن بالله تعالى دون أن تعرف أي شيء عن ربك عز وجل، دون أن يستقر في قلبك تعظيم هذا الرب عز وجل، تقديره حق قدره، وأن تقف على حدوده ولا تنتهك حرماته، هذا كله لا يكون إلا إذا كنت على علم به، لا يكون هذا إلا إذا عرفته. لا يمكنك أن تخاف من الله عز وجل وأن تخاف من بطشه ومن عقابه وأن تخاف من انتهاك حرماته إلا إذا عرفت من هو ربك عن طريق صفاته. فكل الناس حتى الأميون وحتى الذين لا يدرسون ولا يقرؤون، هؤلاء
يمكن أن تخاطبهم بهذه المعاني فتنغرس في قلوبهم فيفهمون. لذلك في هذا المقام لا مجال للتقليد. التقليد يكون في العبادات وفي المعاملات في الأحكام التعبدية وفي الأحكام التي هي من المعاملات وما إلى ذلك في الحلال والحرام، هذا ممكن أن يكون فيه التقليد، أن تقلد عالما ويصح حينئذ تعبدك ويصح امتثالك، ولكن في العقائد لا. العقائد مفتاح لما سواها، لا تكون مسلما مؤمنا إلا بهذه الكليات التي تؤمن بها، تؤمن بالله عز وجل وبملائكته وبكتبه وبرسله وتؤمن باليوم الآخر، يعني المعنى العام هنا يفهمه الجميع، كل واحد يعني ينبغي أن يؤمن بمن يعتقد أنه رب الكون، بمن يعتقد أنه خالقنا ورازقنا، وهذه المعاني في إمكان الجميع أن يفهمها، فهذا هو عدم التقليد. أما أن تقلد في العقائد بمعنى أن تأتي إلى عالم وتقول ما تعتقده فأنا عليه دون أن تعرف ما يعتقده، هذا هو التقليد. فإذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد. الترديد بمعنى التردد، والتردد هنا فسر بمعنيين يحتملهما اللفظ. المعنى الأول أن المقلد إيمانه فيه شك، يعني هو متردد لأنه لم يفهم ولم يعلم ما يجب أن يعلمه ويفهمه، بل هو مقلد، هو على مذهب مقلده، يقول له ما آمنت به آمنت به، فهذا التقليد. الذي يصدر منه هذا التقليد هو في حقيقة أمره متردد، ليس عنده يعني علم مباشر بهذا الذي يعتقده ويؤمن به حتى يكون ثابتا، ليس عنده جزم حتى يكون ثابتا، لذلك هو في تردد. إيمانه بالنسبة له هو في تردد، هو غير مستقر على شيء من الاعتقاد، لأن اعتقاده تابع لاعتقاد غيره. فهذا المعنى الأول. المعنى الثاني للتردد أن التردد هنا بمعنى الاختلاف، بمعنى الاختلاف، وحينئذ يرجع الأمر إلى العلماء، أي تردد العلماء في إيمان المقلد، هل يصح أو لا يصح، هل يصح أو لا يصح. وطبعا للعلماء في إيمان المقلد مذاهب، فالذي عليه الكثير هو أن إيمانه صحيح ولكنه عاص بعدم النظر، بعدم إعمال نظره وبعدم وصوله إلى الجزم والفهم، ولكن ما دام أهلا لذلك، هو عاص ما دام أهلا للنظر، هو قادر على النظر أي على إعمال العقل ولم يعمله. فالمشهور عندنا في المالكية أن هذا يعني هو يصح إيمانه لكنه عاص، إذا كان قادرا على إعمال النظر الذي يوصله إلى الفهم والجزم ولم يعني يعمله فهو مؤمن، إيمانه صحيح لكنه عاص بتركه النظر الذي هو قادر عليه، لكن إذا لم يكن قادرا على النظر فإيمانه صحيح وليس بعاص، ليس هذا المقلد بعاص، هذا هو القول الذي عليه الكثير. ثم هناك من قال إن إيمان المقلد صحيح وليس بعاص مطلقا سواء كان من أهل النظر أو لا، ومنهم من عكس، من قال إيمانه صحيح وهو عاص مطلقا، عاص مطلقا. هذه هي الأقوال المشهورة في حكم إيمان المقلد. إذ كل من قلد في التوحيد أي في العقائد إيمانه لم يخلو من ترديد. ففيه بعض القوم يحكي الخلفة، ففيه بعض القوم أي بعض العلماء يحكون أي ينقلون الخلفة أي الخلاف
في صحة إيمانه أو عدم صحته على ما ذكرناه. والأقوال التي ذكرناها هناك قول آخر يعني في الحقيقة يندونها بكثير، وهو اعتبار هذا الذي هو مؤمن بالتقليد يعني لا يصح إيمانه، فهذا قول ضعيف. على كل حال لم يقل به إلا المتشددون، ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء، أي بعض القوم بعض العلماء ذهب إلى أن إيمان المقلد أمر مختلف فيه، بحيث قال البعض بجوازه وصحة يعني الإيمان فيه، وقال بعضهم بغير ذلك. ففيه بعض القوم يحكي الخلفاء وبعضهم حقق فيه الكشف، كشف بمعنى الظهور والبيان، يعني هذا مذهب آخر. قال أصحابه إن إيمان المقلد بيانه والكشف عن حقيقته هو أن نفرق بين إيمان المقلد الذي بلغ إلى الجزم بما آمن به أو لم يبلغ إلى ذلك. فقال إن يجزم هو الآن يفسر ويفصل ما أجمله في قوله وبعضهم حقق فيه الكشف، أي بعضهم في الصلاة، لأنه دائما نجد عند العلماء في أي علم من العلوم أن هناك قولا وهناك ما يقابل ذلك القول، وهناك قول ثالث هو قول هو التفصيل. يعني مثلا ذهب طائفة إلى الجواز وطائفة إلى المنع وطائفة إلى التفصيل، ومذهب التفصيلي هو يكون في الغالب الأغلب جامعا بين المذهبين المتقابلين. فالمذهب المفصل هنا والجامع بين من قال يصح إيمانه أو لا يصح هو الذي عرضه وبينه في قوله فقال إن يجزم، أي فقال هؤلاء الذين حققوا أي فصلوا وجمعوا بين القولين معا، فقال إن يجزم بقول الغير، أي ذلك الغير من العلماء الذي قلدهم في المعتقدات، إن كان تقليده بلغ به إلى حد الجزم. إذا قلد المسلم عالما في معتقداته تقليدا أوصله إلى الجزم حتى جزم وأيقن بما قلده فيه، فذلك المطلوب. فإن حصل له هذا الجزم بما قلده من المعتقدات فذلك هو المطلوب، فإيمانه صحيح. فقال إن يجزم بقول الغير كفى، أي كفاه هذا الإيمان ما دام جازما، هذا الإيمان الذي فيه تقليد ولكنه جاء فيه جزم وفيه يقين، فإنه حينئذ يعتبر صحيحا، ولذلك يعني كانوا يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز، لأن العجائز تنعقد قلوبهم على ما يعني فسره لهم العلماء وبينوه لهم، فتنعقد قلوبهم ولا تنفسخ أبدا ولا ينحرفون عن ذلك الإيمان، يأخذونه بيقين وجزم. فكان الناس يقولون اللهم إيمانا كإيمان العجائز، وإن كان في الحقيقة بعض شيوخنا يعني علق على هذا الذي سار في الناس يعني شائعا ومقولة يعني تداولها الناس بكثرة، علق بعض علمائنا وشيوخنا وهو العلامة سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، فقال هذه مقولة لا أقبلها، بل نقول اللهم إيمانا كإيمان أبي بكر، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير، وإلا أي وإن لم يجزم، إذا كان تقليده عن غير جزم فهو يتخبط في الضرر والهلاك، فهو إذن في وضع غير مستقيم، في وضع مختل. وإلا لم يزل في الضير، الضير الضرر، قالوا لا ضير، الضير الضرر، أي هو في وضع سيء، إيمانه متذبذب، يعني يصير إلى كونه غير صحيح، وهذا هو الضرر، وأن لا يصح إيمانك. ثم انتقل من جديد أو رجع من جديد إلى
أول ما يجب معرفته في الحقيقة هو تكلم عن ذلك حينما قال فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والممتنع لله والجائز والممتنع. إذن معرفة الله تعالى عن طريق صفاته أول ما يجب على المكلف، هذا بدأ به، ثم انتقل وعرج إلى الكلام عن إيمان المقلد هل يصح أو لا يصح، ثم عاد إلى معرفة الله عز وجل وأنها أول الواجبات، عاد إليها، وليس ذلك من قبيل التكرار، ليس ذلك من قبيل التكرار، وإنما رجع إلى هذه القضية ليتناولها من جانب آخر، وهو الخلاف القائم فيها بين العلماء. لذلك قال واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، أي معرفة الله، وفيه خلف منتصب. إذن أعاد الكرة ورجع إلى قضية معرفة الله تعالى من أجل أن يخبرك بأن في ذلك خلافا عن العلماء، وأيضا علة أخرى للعود إلى هذه القضية ليعطيك أمثلة على ما يوجب عليك معرفة الله تعالى، وعلى أن هناك يعني أسباب كثيرة مبسوطة أمامك وأبواب مفتوحة أمام عينيك لتعرف من خلالها الله سبحانه وتعالى. قال واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، اجزم وكن على يقين بأن أول واجب على الإطلاق هو معرفة الله. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة، ثم قال وفيه خلف منتصب، منتصب أي قائم حاصل بين العلماء، علماء العقيدة وعلماء التوحيد وأصول الدين، خلاف في أول ما يجب، هل هو المعرفة أي معرفة الله كما تقدم وكما يكرر الآن، أم كما قال بعض العلماء أول ما يجب هو النظر لمعرفة الله تعالى، أو كما ذهبت طائفة ثالثة فقالوا إن أول ما يجب هو القصد والسعي إلى النظر لحصول معرفة الله. فإذا هناك يعني أمور ثلاثة، العلماء منهم من يقول هذا هو الأول، هذا هو أول الواجبات، ومنهم من يقول هذا هو أول الواجبات، ومنهم من يقول الثالث. فإذا هناك معرفة الله، وهناك النظر العقلي لمعرفة الله، وهناك السعي والقصد إلى النظر لمعرفة الله، فأي هذه الثلاثة أول الواجبات؟ هذا هو محل الاختلاف الذي ذكر، خلف منتصب. إذا هناك من قال أول الواجبات على الإطلاق لا واجب قبله هو معرفة الله، وهناك من قال لا، أول الواجبات هو النظر. لماذا؟ لأن النظر سابق على معرفة الله، إعمالك العقل فيما يعرفك بالله عز وجل سابق على المعرفة، لأن المعرفة ناتج أو نتيجة وأثر عن إعمالك النظر، فلا تعرف الله عز وجل إلا إذا عملت عقلك، فيكون حينئذ النظر واجب سابق على المعرفة، لأن المعرفة لا تكون إلا به. وهناك من قال أول واجب قبلهما، أي قبل معرفة الله وقبل النظر المفضي إليها، أول واجب على المكلف هو السعي إلى النظر، يعني قبل أن تعمل النظر العقلي لتصل إلى معرفة الله، قبل ذلك كله ينبغي أن يكون عندك سعي وتوجه وقصد إلى النظر، أن تعزم على النظر. فهذا هو الخلاف الذي يقصده بقوله وفيه خلف منتصب، أي هل أول الواجبات شرعا ناحية العقدية، هل أول الواجبات على الإطلاق هو معرفة الله، أم النظر للوصول إليها، أم السعي إلى هذا النظر؟ واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. لكن لو تأملنا في هذا الخلاف،
هل أول ما يجب هو معرفة الله عن طريق صفاته، أم هو النظر بالعقل للوصول إلى المعرفة، أو هو السعي إلى هذا النظر؟ لو تأملنا لوجدنا أن الخلاف هو فعلا هناك خلاف، ولكنه خلاف لفظي وليس خلافا معنويا حقيقيا. لماذا؟ لأن السعي إلى النظر، ولأن النظر كل منهما وسيلة إلى المعرفة، فالمعرفة هي المقصد، معرفة الله هي الغاية، والنظر وسيلة إليها، والسعي وسيلة إلى النظر. فإذا نحن أمام مقصد وأمام وسيلتين، النظر وسيلة إلى المعرفة، والسعي والقصد وسيلة إلى النظر. وكما هو معلوم وسيلة الوسيلة وسيلة، وسيلة الوسيلة وسيلة إلى المقصد. فإذا كان للمقصد وسيلة ولتلك الوسيلة وسيلة، بمعنى أن تلك الوسيلة يعني المتوسل إليها بوسيلة أخرى هي بالنسبة لها مقصد، إذن فوسيلة الوسيلة وسيلة إلى مقصدها، فالسعي إلى النظر وسيلة إلى النظر، والنظر وسيلة إلى معرفة الله. إذن فالسعي وسيلة إلى معرفة الله، لأنها وسيلة إلى وسيلته، أو إلى وسيلة هذه المعرفة. فإذا كل من النظر والسعي إليه كل منهما وسيلة إلى معرفة الله. إذن فلا تنافي بل ولا اختلاف حقيقيا، الاختلاف هنا إنما هو لفظي. فأوجب الواجبات وأول الواجبات معرفة الله، ويقتضي ذلك وسيلتين، النظر العقلي والسعي والعزم على هذا النظر. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب. ثم أعطانا بعض الأمثلة من الكون المبسوط أمامنا، الكون المبسوط أمامنا والذي أمرنا الله عز وجل أن ننظر إليه لنعرفه منه، لنعرف الله تعالى من خلاله. فهناك آيات كثيرة في الكون تدل على الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذن فالكون كله مليء بما يدل على الله عز وجل، فعلينا أن ننظر في هذا الكون لأنه الكتاب المنظور، كتاب الله عز وجل القرآن كتاب مسطور، وما نراه أمامنا في الكون علويه وسفليه هو الكتاب المنظور، أي المقروء بالعين، المقروء يعني بالباصرة وبالبصيرة. لذلك قال فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. ابدأ بنفسك وانظر إليها، وانظر إلى ما أودعه الله ما أودعه الله فيك مما يدل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى أنه الخالق لك. انظر إلى حواسك وجوارحك، وانظر إلى يعني صورتك، وانظر إلى كل شيء بالتأمل في نفسك. فالنظر هنا انظر، هذا الأمر انظر المقصود هنا تأمل، ولا يقصد هو مجرد الرؤية بالعين، لا، فانظر أي تأمل، يعني فعلا هناك النظر البصيري، ولكن لا بد من النظر الآخر اللي هو التأمل بالعقل، لأن النظر عند علماء أصول الدين وكذلك أصول الفقه، النظر هو الفكر، النظر الفكر، والفكر حركة النفس في المعقولات، يعني أن تحرك النفس وتوجهها نحو ما يعقل، هذا هو الفكر. يعني إذا حركت النفس ووجهتها بالتركيز على ما هو معقول مدرك بالعقل ينتج الفكر، فإن وجهتها وحركتها إلى المحسوسات ينتج التخيل. إذن فالمقصود بالنظر المأمور به هنا في هذا البيت هو النظر بالعقل والفكر، أي انظر إلى نفسك وتأمل صنع الله فيك.
صنع الله فيك. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. إذا نقف عند هذا البيت إن شاء الله تعالى ونتمم في الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.